أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Thank you.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون الله والله شهيد على ما تعملون قل وما الله بغافل عما تعملون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Oh,
جبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم الفاتحة